يا صباح الفل، انا مبسوط ان انا موجود النهارده في يوتيوب. جمعنا احنا الثلاثه، يمكن الناس بيشتغلوا في المحتوى التعليمي ودي حاجه يعني كنت مفتقدها من زمان، يوتيوب يعملها يجمع الناس اللي بيشتغلوا في التعليم. فانا مبسوط ان انا موجود مع استاذ حسام في قناه السكوله، قناه رائعه بجد، يعني اللي مش مشترك فيها شارك فيها، وقناه العبقري محمد صلاح في اللغه العربيه بحب اتفرج عليه. فنشترك بقى بكل القنوات دي، قناه بسطلك وقناه ذاكر لي عربي وقناه السكوله. انا من محبي كريم شندي جدا جدا. كريم شندي من الناس اللي انا بحبها وبعزها. مستر محمد صلاح يعني رائع في النحو، بصصتها لك قناه جميله جدا جدا، بحييك عليها. بحييك مستر كريم، ومبسوط جدا ان انا شفتك. وانا مبسوط جدا والله. وقناه مستر كريم كانت الالهام يمكن البدايه اللي شجعت اي حد ان هو يبدا بجد والله. دي حقيقه. قلت لك زي ما قلت لك قبل ما نبدا تصوير، قناه متميزه ان هي اوجدت حاجه بجد، اوجدت حاجه ما كانش موجوده قبل كده، وده شيء مميز جدا يعني. وانا بجد طالب، انا ببقى واثق ان اي ماده، وده الميزه الجميله بقى، ان اي درس بيبقى موجود. ممكن انا بفتقد لبعض الدروس لسه ما جهزتهاش في اي مرحله، لكن الميزه فعلا في السكوله ان كل الدروس بتبقى موجوده. فالراجل ده اشترك في القناه بتاعتي.